الأخوة من السودان، يقول أريد أعرف منكم معرفة المنهج الشيعي الصحيح. طبعا احنا ما نقدر باختصار نعرف المنهج الشيعي لا، ممكن أن نختصر هذا المنهج في أن نقول أن بلي المنهج الشيعي الإمامي الجعفري هو أن يعتقد اعتقادا جازما بأصول الدين، وأن يلتزم ويعمل بمعرفة بفروع الدين. أصول الدين المعروفة خمسة عندنا. أكو أصول يسموها أصول الإسلام، هنا ثلاثة: التوحيد والعدل والمعاد. ذن إحنا ويا الآخرين نشترك في هالمسألة، لكن أكو عندنا أصلين آخرين يضافا على ذن الثلاثة، اللي هي النبوة والإمامة. فإذا اعتقد اعتقادا جازما بهذه الأصول الخمسة، هذا هو النهج الاعتقادي الشيعي الصحيح. معرفة أصول هذه أصول الدين، والعمل معرفة وعمل بفروع الدين. الفروع الدين اللي عندنا هي الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي لأولياء الله والتبري من أعدائهم. إذا التزم معرفة وعلما وعملا بهذه الفروع وتقليد أحد المراجع للموجودين الأحياء بهذه الفروع، فقد التزم بالنهج الشيعي الصحيح. واضح، شكرا لك سيدي. يا أهلا.